الحارس المرمى بقى كوره بقى حارس المرمى بيبقى كويس يبقى الدفاع فيه خلل. تمام. لو حارس المرمى كويس يبقى الدفاع مش هيوصل له الكوره. فاحنا شفنا شريف اكرامي هو اللي بيدافع، هو اللي بياخد الكره العرضيه، هو اللي بيصد ضرب الجزاء، هو اللي باين في الملعب، يبقى فيه خلل في الدفاع، يبقى الفرقه الثانيه بتوصل لك بسهوله. يبقى انت عندك مشاكل في نص الملعب او عندك مشاكل في الدفاع، ودي اللي موجوده في الاهلي والزمالك. يعني عبد الواحد امبارح صد في اخر 6 دقائق او 5 دقائق في انفراد ممكن يجيب جول التعادل، لكن عبد الواحد عنده الخبره. شريف اكرامي انا من وجهه نظري النضج بتاع حارس المرمى أيوة. يبدا من 28 سنه، يبقى ده بيبدا بقى اكتسب كل الخبرات. نعم. هو الاول يتعب الفرقه ويشحطط الفرقه شويه، بعد كده يوصل لمرحله من الاستقرار الفني والذهني والتركيز وقراءه المنافس. نعم. يعني شريف في ضربه الجزاء دي قراءه. يعني هو واقف على هو في خطا، يعني لازم الكره تتعاد للحكم، لكن شريف اكبر الحكم ان هو بحركته وقراءته للعيب اللي هيشوط الكره خد الخطوه او الخطوتين. لو واقف على الخط الكره تخش جول. نعم. خرج الخطوتين قفل المرمى للعيب اللي شاط ضربه الجزاء فقدر يصد ضربه الجزاء. بالتالي شريف اكرامي بيرتقي المستوى بتاعه ان هو اتمرن مع مدربين كويسين. أيوة. بجانب اتمرن مع حراس مرمى واحد زي عصام الحضري، هو منافس لعصام الحضري فتعلم من عصام الحضري، بجانب ان ابوه حارس مرمى، فكمان يعني انا بقول شريف يعني اكرامي ما يزعلش مني تفوق على اكرامي. يعني شريف بحالته دي تفوق على اكرامي، واحنا نتمنى بقى لشريف هو الاستقرار الفني، الاستقرار يعني الاستمرار في الاداء الفني العالي. وبقى سنه ونص دلوقتي مع كابتن طارق سليمان، الحقيقه برضو واضح ان هو له دور الحقيقه في الموضوع. وانا كنت بقول ان شريف اكرامي على فكره اداء واداء لعيب كوره، في حراس مرمى غشم يعني مش لعيبه. نعم. حارس مرمى وفي حراس مرمى لعيبه، يعني لعيبه حريف بيعرفوا يلعبوا. يعني بترجع له كره وانت مطمن، لعيب هو كل شغله. يعني حتى الكرات الثابته الكرات الثابته بتاع ضربات المرمى بيقدر يوصل الكره للثلث الاخير من الملعب، بيقدر يحطها عند مهاجم، بيقدر يبدا الهجمه ببطن رجله، بيشتغل كويس. طيب خلينا ناخد تليفون من مدرب